خذي عني خذي هلكتيني. ما بخذ عنك ما قبل ما تخبرني ايش اللي عليك تفوت باب بيتي. بيتك من هير استوالك بيت لأمس بالزوج منك. والله بيت زوجي بيتي. داخل على طمع. اللبة بالعكس انت اللي طمعان في مال ابوي. ودريني ايش هذه تبى تعرف حوة وعروقها. انت لازم تقولي بتقولي ولا لا. عرفت جنية وابتليت بتش كان شيء بلية ضاوية. حرز نعم حرز هذا حرز يبعد عنا الشياطين والجن وأولاد الجن. يعني هذا الحرز وهو اللي بيطز عين اليرام عن بيتنا. والله ما حد لحروز أشكالها كذي. لا كذي هذا نوع جديد معلم عياد منزل حروز أشكال ألوان. نعم أشكال ألوان. أنت تعرفين معلم عياد؟ حش علي ما عرفه. أحسن عمتي استريحي منتهى برد ما له غير هالبيت. يا أمزاد هذا حس خميس. ها لقيته في المزرعة وهو بخير. اطمنوا هو بخير الحمد لله. يلا على خير. توافق خير. ما ورا عليك لو يالس بعدك. ايش سوي راقد هنا؟ اعتديت على املاكك؟ ويه ما ويه املاك يا ولد التجار. ليش مدر المزرعة ومن بيحرس حلالنا في غيابك؟ حلالكم في امان طال عمرك. طول النهار تلعب لعوبك وفي نهاية الشهر مرة ركض تبي الاجر. استغفر الله العظيم يا ولد الحلال هذه اول مرة اترك فيها المزرعة. خفت على عيال من اللي يرام. طمن قلبي ان شاء الله كلهم اقدر اشوف شغلي. فر ولا تنسى تسوي لي ريوب تراني يوعان وايد. شربها صابر اخرتها بتغلي طباخه. عبد يا ليتني لو كنت عبد. تبغى لا تقول الله يرد بالزوار اللي وصيت عليها. صدقي كلهم يقولوا اني احسن من عابد. من هم كلهم زين. عيب اذا كان كذي جد حيلك. هي والخطره انت سافر في المحمل وليرام من اللي بيجلس يراقب هني. زين انت كذاك اختصرت علي الكلام. واللي البارح هي شايف رحمان عليك. شوي يا الله قطع فؤادي. نعم بسم الله عليك أبوي رحمة. أقول نعم هذا الأكل كله حالي أنا. هي أبوي عليك بالعافية عدبة منك تقول لي دهديه. هي شفت البارحة الله يهديش مينون وما بال هذه السوالف. ما عليك مني عارفة فند كلام الميانين. والله لو شفت اليرام حايف البارح الحارة
كان براويكم فيه الويل، بسوي فيه البدع، كان بخليه عبرة اللي يسوى واللي ما يسوى. أبوي شمسة واحد واحد على حمرش ما كذي. لكن ما شفتني إلا الخنجر في يد واتفق في يد هنا عم وأبوه وأمه، كان بسويبه بخبر وعلوم. ما قاصر تقول إلا طلع لها لحية وشنب. زمزم حلقي نشف، بغيت فنجان قهوة. الفنيان يسمع لك صوتك. تفضل. أحسنت يا بنت النوخذة. لو هنا معابد ما أشوفه. معابد في الميلس تطمن على سبيل المسكين. كنا مسكين؟ قل سكينة نحرة مخلينا ليليا نتنافض من الخوف. و ما جاوبتني. يا ربي الولد. الله، هذا احسن ريوق اكلته من يوم ما شفت لي رام. انا ما شفته لكني حسيت به. انا عرفت الطريق اللي يمر فيها وقمت اترصد له، والبارحه بس حسيت انه قريب من الحاره، صرخت وركضت ونبهت على هالحاره، لكنهم شكروني شكر والشهاده لله بيدخلون بسبب القله. يدخل حاره الله العالم. لو فتح عيونك زين. ليش؟ علشان اهل الحاره يفتحون لي ظهري؟ عشان تتعنى مره ثانيه تقول لي انا قبلي. ايش قاعد تسوي هني؟ العب حواليس؟ جيت تلعب معي؟ قتلتني ما ضحت. فين ريوقنا؟ وشوف تراني ما صبر عن الكلام. ايش انا؟ بقرتكم؟ انت بيدارنا. شغلك البيدار الزرع والقلع والسقي والحداره والخطافه والجداد والطنق والتنبيت والتخبيل واظني الخراف، لكن الطبخ هذا شغل بشكارات. يا تسمع الكلام اللي اقول لك اياه، يا تدور لك غير هالمزرعه. طباخش حلو يا جميله. عبد الحميد انجن على طباخي من حياته. وش قلتي؟ تجنن؟ اقصد عيب الاكل. طمنتيني على ولد اللوادم؟ ولاده كيف؟ تيننوا ولا انا علي من زوجي وبس؟ واما اليتيمه فلا تقهر، صدق الله العظيم. اللي سمعت يقول يالسه اغديهم ضرب وعشيهم ضرب. جميله ابوي، هل الله فيهم هذيلا؟ ليلى ايتام مساكين، وحس رب العالمين ان شاء الله يرزقش بوليد كماهم ويتربى ان شاء الله في وسطهم. اه يا رحيم، لو تعرفين دعوة معابد قافلة عليه كل أبواب. دعوة معابد؟ وش هي هذه؟ آه لو تعرفين دعوة معابد. زين خبريني. خليني ناصية، لا تفتحين همي همين. أقلها أني أنا أعرف سبب عذابش هذا. الشيخ طرشني أجيبك. وإيش قالوا لك؟ أنا دلت قهوة علشان تشيل حال الشيخ. يا سبيل يا أخوي. أقول لك أنتوا ما تفهموا ضاربيني ومكسريني ومسيلين دمي، وبعدك جاي تقتلني. يا أخي هلكتنا. قلنا لك في بيت الشيخ غيث لك الأمان، وأنت من الحين في حماي. حماك؟
عيل وينك من أول؟ ليش ما جيت تحميني لما كانوا يضربوني؟ حماك ها؟ شيطان الحين جاي تقول هالكلام ها؟ سبيل شيطان. إيش هذا معك؟ قالك الريال خلا معي يروح معه بعد يبالها مقادل. إيش إيش؟ صبر شوية يا سبيل عاد يروح معاكم بس عاد خلوا بالكم. إن شاء الله. هل الله ولا يهم. ولا يهم. يلا توكل على الله. قوم شوية كيف؟ أقول. إيش أقول لهم؟ إيش؟ وبس. فلاح. نعم. مشد هاليني بالطريق. عيني وقلعتوها. وكانت روم تشلني على ظهرك وتوديني تفضل مشي وان شاء الله ان شاء الله تحصل من وراي اجر وتدخل الجنه ان شاء الله ان شاء الله تفضل تفضل ايش يبى ليران بعد من حارتنا يبى ينهبها هو دخلها من 10 سنين وخذ خيراتها ان بيتنا ام تقول ان بيتنا الوحيد اللي ما تضرر معلوم حبيبتي في عابد وانت الصادقة هاي دعوة معابد تحمينا من كل شر أم عابد أم عابد تدعي على أخوها دعوة قتله وتخليش محرومة من الأولاد ليش انت كنت متزوجة أخوها قبل عبد الحميد سليمان كان خاطبني بس هي ما كانت راضية ولما نفكر يعاندها دعت عليه وقالت له ما ابغي اولاد من جميل وسليمان هين الحين هجبهم بعد ما سمعني قالت بس انا شفت اهل الحاره كلهم حواليها ليله ما صرخ سبيل باليرام وهذا الشيء يقول انهم يحبونها بولي يخافون منها دعوتها ما تطيح الارض تبي تقولين ان من ورا دعوتها فايده مثل ما وراها شر زين راضيها اراضيها اتخسى يا دينها تراضونه وتذللون له أول حاسبوه خلوه يقول إيش آخر لعبة علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا الصوت الصوت اللي أدرياه في هلون الأخوة والصحبة شيخ سالم مرحبا بشيخ سالم مرحبا بك مرحبا يا نعود بين أهلك وإخوانك وصل صاحبك يا غيث أدخل أسلم عليه مع أني ما أحبه ولا أحب اللي جالسين معه لكن يلا نسلم عليه يمكن ما نلقاه ولا نشوفه بعد هاليوم شيخ سالم هي نعم وأظن جاي علشان سالفة النوخ لبدر بسير أبشر زمزم عشان المشارة كيدا غربز ايش قالوا تصدقين ما سمعتهم انت وبغلب شارة الله يخليك سبيل يا الله عشان فؤاد امك تطمن شوية طمني عقل شوية انت وتكلم الشيخ سالم انت جيت في مسعى خير لكن النوخ ذا بدر اقرم في حق ناس غيرنا مسامحينا الناس اللي تقول عنهم سامحوا دنيا واخره وهم اللي مبسطيني في الصلح بينكم وبين النوخ ذا بدر ويا ناس العفو عند المقدره انا رايي ان النوخ ذا بدر اخذ جزاء خلاص
لأن عمنا الشيخ أحمد الله يرحمه والتاجر مخزوم قردوه من كل أمواله، والحين صار له أكثر من 10 سنين وهو تايه في البر وما حد يعرف عنه أي شيء. يستاهل هذا المجرم؟ اسكت أنت. ها غيث، ما عندك كلام خير تقوله؟ ما قدرت أسوي شيء، خاصة بعد ما غيث سامح في حق أبوه، في حق إنه أخذه بدر، لكني أقدر أخذ البشارة من صاحبها وبعدين نأخذ العزة في سالم. هين صابر. نعم. تعال اسمع، تروح لزاهد وتقول له الكلام اللي بقوله لك. حاضر. الدنيا محتشرة وانت جالس سبحانية ربك ما تعرف ايش مستوى حواليك. انت علامك، انت اللي علامك، خبر فيك شدة وعدة، ولا وكلت امركم لأم عابد وما عليكم الا كلمة امين. مبروك مبروك يا بنت النوخذة. على ايش؟ كان من سمعت الخبر بالمرة جيت بيتكم علشان اخذ المشارة. اسميك ما يفوتك شيء، لكن خبرك تستاهل، تستاهل البشارة. على ايش؟ الشيخ غيث ويماعته عفوا عن ابوك النوخذة بدر. الشيخ سالم ما طاع يروح بيتهم لين ما اخذ الموافقة من الشيخ غيث. والله العظيم، والله العظيم ما اعرف شيء عن مال التاجر مخزوم والشيخ احمد اللي غرق، ولا أعرف شيء عن البضاعة اللي ساقت من البوم مالي. صدقوني ما أعرف، والله ما أعرف. لو تحلف لليل تموت ما حد بيصدقك، لأن الشيخ أحمد والتاجر مخزوم شافوك بعيونهم. هذا غير الناس اللي شافوك وانت تخرم البوم علشان تغرق كل اللي فيها من ناس ومال. تعالي فرحي زمزم بكمين كلمة غاوية قدر زمزم كبير. نعم. وكلنا نفرح لفرحها. الله يجمع شملكم انتي وابوك يا بنتي. الله لا يجمع شملهم ولا يصلح شانهم. زاهد الطرطور. زاهد فؤادي يشوف اللي بيسويه زاهد في معابد. معابد سور هالحارة، بشوف هالسور لابق نار تحرق الأخضر واليابس وتشتت الشمل وتخليني أنا وبس تاق رأس الكل. لازم أكون تاق رأس الكل بعد كل هالتعب. من؟ عمي الحاج مرزوق. يا هلا يا هلا. رحيمة أبوي. الله يبارك فيك إن شاء الله يا بنتي. الله يبارك فيك. الحمد لله على سلامتك يا أبوي. الله يسلمك. الله يسلمك. يلا يا أبوي، تأخرت علي وأنا أشتاق لك. تتعرف إن ما لي حد غيرك في هالدنيا. يا بنتي أنت الحين تزوجتي والله يخلي لك زوجك. يا أبوي يا أبوي، أنت تاج راسي الله يخليك. الله يبارك فيك يا بنتي. يا بنتي أنا جاي من السفر وتعبان وانت ما وقفتنا على هذا الباب. سامحني يا ابوي من فرحتي فيك. تفضل تفضل. مشكورة يا بنت. عنك عمي عمك. يلا يلا. لا والله لعبة لعبة على هوا ام عابد. ام عابد عمتك وارملة ابوك وام اخوك العود.
زاهد. أمه، من حقنا نعرف ليش تصرف غيث وجماعته سالفة النوخذة بدر، وإحنا أصحاب الحق في غيث تصرف في مسألة النوخذة بعد ما أخوكم عابد وسط الشيخ سالم، يعني بعد ما إحنا عفينا عنه. إحنا؟ توعد أم عابد وولدها صاروا إحنا؟ أنا داخلة وقفة عند حدها. تعال يا ولدي تعال اهدأ. يعني خفتي تو من خبرتش ها؟ أنا ما أخاف إلا من رب العالمين، وحين امشي شوف لك مكان تنضب فيه مثل الدياي. سير أحسنت يا ولدي أحسنت. زيد أحسنت. زيد يا عمي. مشكور مشكور يا ولدي، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. عاد تصدق اليوم يا عمي الصباح كنا في طريق أنا ورحيمة، كنا نتشاور في إيش بنسمي أول مولود يجينا. أنا قلت لها لا تسيرين ولا تين، ماشي غير اسم عمي مرزوق ماشي. ما شاء الله ما شاء الله. علامة تكلمين يا بنتي، ضاوي كدر خاطرك بشي؟ بري بري أنا ما قلت لها شي. وانت تقدر تقول شي؟ حس أبوي بالدنيا. كفو يا بنت الحاج مرزوق. نعم كفو يا بنت أبوك. خذي خذي هذه الفلوس واشتري اللي تبينه واللي ما تبينه، وهذه زوارة جابلش فيها كل شيء، حرير وعطور كل شيء كل شيء حتى البخور فيها. يلا فضلي يا أبوي. فضلي يلا يا أبوي مغرقني بخيرك. تستاهل يا بنت تستاهلي. زيادة الخير ما تنكره يا رحيمة. خذي خذي هالفلوس بتنفعك صدقيني. وهذه هدية لأم عابد وسلمي عليها. أعرفكم بالحاج مرزوق شمقي. يا مرحبا يا مرحبا بالحاج مرزوق. يا حي الله يا حي الله يسلمك. مرحبا بك. الله يعافيك. تفضل اجلس تفضل. انت شيخ الحارة؟ انا اخوه شيخ الحارة هو غيث، انت شغله بيقضيها وبيرجع. الحاج مرزوق هو من منطقة يا شيخ غيث. يا شيخ غيث. يا شيخ غيث. ما عرفتي تكونين الزوجة الأولى والأخيرة لمخزوم، ما عرفتي تربين لإسماء عيال لهم هيك، ضربتي ولدك لأنه فضحك قدام نفسك. أنت السبب يا مخزوم، كبلتني بمية قيد، قيد معابد ودعوة معابد، خليتني ولا شيء حتى بعيون عيالي. هذا سير أبوي التاجر العود، هذا خنجرة، وهذا بشتة، وهذا مصرة، حتى الصندوق صندوق أبوي قيدني يا مخزون قيدني. طاحت المشيخة في الأرض. إيش استوى؟ اليرام اليرام دخل حارتنا ونهبها نهب. من؟ أشوف جنون سبيل عدا حد. اسكت
خلنا نسمع كلام الشيخ سالم. ما عندي كلام، ما أقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل. ما قلت لكم خلينا نتكاتف ونترصد ليرام بدل ما قاس لا يدخل كل مرة حارة؟ أنا ما أدري ليش أنتوا ساكتين عليه طول هالفترة، ليش؟ شفتي كيف؟ أتري كان يحوم حوالين حارة الشيخ سالم. أنت إيش درى؟ هذا اللي سمعته. وليش تجنب حارتنا ما قصوب؟ لسبب بسيط، لأنه اللي في هذه الحارة هو سبيل ولد هدوب ولد سبيل، سليل عائلة عنتر بن شداد. بس خلي غيث يفتح بصيرته دام إن البصر مظلم. وأنا غيب العين. وش أسوي بها؟ أقلعها ولا أرميها؟ توك عاقل. شال علوم اللي تغث يا أختي. الله يستر. زاهد خلي ولدك يرد البيت. كله معك يا شيخ سالم. انت شيخ ولك هيبتك. خد خنجري. هيبتي في خنجري وراحت اهل حارتي. يا جماعة كل واحد يذهب عمره ويجيب اللي الله يسر عليه. وانا علي كثر اللي دفعوه اهل الحارة مرتين. احسنت احسنت يا حاج مرزوق، احسنت. زين باقي طريق، لازم نأمن الطريق. انا قدامكم، وعلى قوت المثل سوي نية وسافر بحر. يلا وراي. يلا يلا كل واحد. يلا 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 يلا. كيف حالك يا خميس؟ انت اللي كيف حالك يا النخذة بدر؟ الحارة كلها تنتظرك وترحب بقدومك، وأولهم زمزم المسكينة اللي طارت من الفرحة لما بشروها بالعفو عنك. بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم. بدر كان لازم تجي من وقت يا النوخذة. سبيل كيف حالك يا سبيل؟ أنا بخير. النوخذة عادلة سنتين ما حد شافه، ولما رد يعرفنا واحد واحد. خاصة سبيل دوم ألقاه يا يركض ورا العيسان يا هنا يركضون وراه. علامكم حارة الشيخ سالم من هبه الإيران، وهل الحارة يثيبون الملهوف؟ خذوا. أتمنى أن أجري يحسب مثل اللي يرفع بيمينه ما تعلم عنه شماله شيء. وحن بنظل كاتمين السر حتى الموت. النوخذة بدر؟ نعم النوخذة بدر، وهالمرة جاي بنفسه. فين جاي بعد؟ جاي البيت. أبوي جاي. أبوي جاي.
اليوم ذاق المر اللي سقاني اياه. كلهم حرموني من ظلك، كلهم. اسميها ضربة في كفر وتسلم ايد اللي سواها. أصير أبارك لهم وأهنيهم على هالضربة الغاوية. يا غيث، الحين انت طرشت كل الرجال اللي في الحارة وخليتنا وحدنا. ايش الوليان اللي رام؟ ايش اللي بنسويه؟ احنا مستعدين له. سبيل نبهنا من غفوتنا. الشيمة، الشيمة هاتوا لي سبيل حتى لو بالأرض السابعة. سبيل فر، طارت حمامة روحه. بابوي زمزم، أمغني عاد يا بنتي يا سلم على أبوك. ما طاع يسلم عليك؟ يا بابوي بس يا أمي بس بس يا بابوي. قلبي ايش هذا اللي يشوف عياله ما يضللهم برموش عيونه غير الظالم؟ يا زمزم، انا مسامحنك يا بنتي وصدقتك ما عندك خبر بالظلم اللي لحقها. انتي بنت الوحيدة وانا ما اقدر اعيش من دونك. يلا يا بنتي يلا. هيدي بلاد الله واسع،
محتارة؟ يعني راضي بسواتهم لي؟ استغفر الله، أبوي أنت مكروم من اللي اتهموك به. زين يا بنتي، أنا بتقدمك وأنت لحقيني في السيح خارج البلاد. يلا يا بنتي، بارك الله فيك. بيطير رقبتي. خل اقول لك شيء قبل ان امشي. خلنا نطلع من هالمكان بالاول. ابوي انا حامل. ايش؟ حامل؟ كم حمالك؟ ما اعرف. معناته تقدرين تطيحينه وبعد ما تفتكين منه ويطلقك، انا بزوجك شيخ ولد شيخ ولا ناخذه مثلي. انت تحبني؟ ولا ليش العذاب اللي أنا فيه؟ شايل روحي على كفي وبزلة واحدة تروح مني؟ أنا بعد أحب اللي في بطني. إن شاء الله تريدين أربي ولد مخزوم مكافأة على سواتهم الغبرة فيه؟ يا بنتي صحتك تهمني، وأنا بوديك مع مرة معروفة وهي ما قادر تقولها؟ أبا برد النار الوارية في يوفي، أبا أحرق كبد مخزوم وولده. ما بيحترق غير كبدي أنا. أوه تأخرت، ما وقت أخير. يلا يلا توكل على الله أبوي. صدق ما بديين معي؟ اثبت للدنيا أنك النوخذة بدر الأب اللي شكرت رب العالمين وحمدته لأنه أعطاني إياه. زمزم من بعدي بتشتقين يا بنتي. في راحتي وشقاي بعلم أولادي إن عندهم أعظم جد، إن ظلم وكان بيظل قيتك النوخذة. ما وقت قيتك النوخذة. ما وقت قيتك. نزقتني من رقادي. يلا بالعافية بدا الصوت. كم لرقادك؟ ماشي. مشكلتك كلمة ماشي ما تيبني. يلا قول لي بسرعة. لا تيلي تصدعيني. أنا لازم أعرف. لا حول ولا قوة إلا بالله. خوزي عن وجهي. خوزي. هم تمشي. جهنم غيب حرصك جهنم. زمزم بنتي سلمت عليها؟